دلوقتي بقى ما عدا الاكس او والفريقين كاملين هيلعبوا، كل واحد اختار مكانه ومهمته. انتوا هتحطوا الاكس او الاو لو جت الازازه وقفت، وانتوا هتحاولوا توقفوا الازايز. جاهزين؟ جاهزين. يلا عطونا نبتدي في فريق محمد. وايه ده وقفت؟ حط. يلا ما وقفتش. يلا على طول بقى. ما فيش. ايه وقفت تاني؟ حطي اكس. يا نهار ابيض، لازم تجيبيها، لازم لازم تجيبيها بسرعه والا هنخسر كلنا. ماشي ماشي. يلا 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 هتيجي ان شاء الله، هتيجي. مفيش، ما جاتش. حقيقي اعملي لها اي حاجه. يلا يلا، انت لو جبتها مره هتكسبه، وانت قاعده ايه واثقه من الفوز. طبعا هتحطيها هنا عشان طبعا يبقى الفريق الاصفر هو اللي كسب بسهوله رهيبه جدا جدا جدا. برافو برافو برافو. ويلا بينا نروح على اخر لعبه ترابيزه مع بعض.